لمناقشة إذن ملف المقابر الجماعية في الأنبار وتجاهل مطالب ذوي المغيبين، معنا من بغداد الصحفي أحمد الجميلي. مرحبا بكم. إذن بعد اكتشاف نحو 24 مقبرة جماعية في الأنبار لأشخاص قتلوا إبان المعارك التي انطلقت في عام 2014، كيف تفسرون اكتشاف هذه الأعداد الكبيرة في المقابر الجماعية في الأنبار؟ ولماذا أخفيت واكتشفت في هذا التوقيت بعد هذه السنوات؟ وكيف يمكن أيضا أن تتعامل حكومة السوداني الآن بعد هذه الضجة مع هذا الملف؟ تفضل. نعم، في الحقيقة يعني هذا الاكتشاف ليس بالجديد. نحن نعلم أن الكارثة التي حلت بالعراقيين في الأنبار وفي الموصل وفي صلاح الدين وكذلك في ديالى كارثة كبيرة، تعاون على قتلهم وتشريدهم كل من داعش والميليشيات، الميليشيات المدعومة من إيران. فبالتالي هذه المقابر التي اكتشفت ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا ما علمنا أن الآلاف من الرجال والشباب وحتى المراهقين بأعمار صغيرة هم الآن على قوائم المفقودين في محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل، ومصيرهم يعني معلوم. هذه الميليشيات أوغلت في دماء العراقيين، وليس من المعقول أن تحتفظ بهم حتى الآن. لذلك علينا أن نسلم أن هؤلاء المفقودين هم شهداء ونحتسبهم عند الله. مفوضية حقوق الإنسان في الأنبار ذكرت أن هناك مساعي لفتح هذه المقابر لتحديد هويات الضحايا وثم تسليمهم لأهلهم، لكن هل يمكن كشف هوية مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم برأيك؟ أخي الكريم، يعني قبل تقريبا سنة ونصف من الآن تم اكتشاف المقبرة الجماعية التي تقع مقابل بناية جامعة الفلوجة الجديدة، وهي على الخط السريع المؤدي إلى مدينة الفلوجة من العاصمة بغداد. الذي جرى أنه بعد اكتشاف هذه المقبرة قامت جهة سياسية متنفذة في الأنبار يقودها رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بوضع حماية أمنية مشددة على تلك المنطقة، ومنعوا الأهالي من الذين فقدوا أبنائهم من الاقتراب من مكان المقبرة الجماعية. ونحن على يقين من أن هذه المقبرة الجماعية قد تم إخفاء معالمها بمساعدة قوات من الجيش العراقي التي لها مقرات بالقرب من هذه المقبرة. وهذا المكان وغيره من الأماكن كما في منطقة الطاش وكذلك المقبرة الجماعية في إيد والمقابر الجماعية الأخرى في الطريق إلى جرف الصخر، هذه الأماكن كلها كانت تحت سيطرة ميليشيات الحشد الشعبي وقوات الجيش العراقي. لذلك أصابع الاتهام تتوجه إلى هذه الميليشيات التي هنالك لدينا تسجيلات فيديوية وكذلك صور تؤكد من هي هذه الميليشيات المتورطة بإخفاء واختطاف الآلاف من سكان الأنبار والموصل وصلاح الدين. طيب الآن هل يمكن التعويل على دور البعثة الأممية مثلا لكشف الحقائق المتعلقة بهذا الملف المهم، ملف المغيبين قسرا؟ للأسف دور الأمم المتحدة دور مغيب، بل إنها تجامل القتلة وتجامل الميليشيات على حساب دماء أبناء الأنبار والموصل. هذه رئيسة البعثة كما شاهدتموها وكما شاهدناها نحن تجلس مع شخصيات ميليشياوية ثبت أنها متورطة بدماء العراقيين، وثبت أنها متورطة باختطاف الآلاف من سكان الأنبار مثل ميليشيات العصائب وكذلك ميليشيات ريان الكلداني بابليون. لذلك لا نعول على دور الأمم المتحدة. الأمم المتحدة كما خذلت العراقيين في عام 2003 هي مستمرة بخذلانهم حتى اليوم،
صمتت عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق العراقيين على مدى أكثر من 20 عام. لذلك لا نعول على دور الأمم المتحدة، لعلنا ننتظر فقط الأصوات الشريفة والأصوات المهنية التي أشارت إلى أن هنالك جرائم إبادة جماعية يتعرض لها العراقيون اليوم في الأنبار وكذلك في الموصل. لذلك ننتظر هذه الأصوات أن تتفاعل وأن تتضافر الجهود من أجل إجبار المجتمع الدولي وكذلك إجبار البرلمان العراقي والحكومة العراقية على الاعتراف من أن هنالك إبادة جماعية تعرض لها العراقيون في الأنبار وفي الموصل وفي صلاح الدين. إذن من بغداد الصحفي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لك.